إذا كان لأي لاعب أن يملك الهبة والفن من أسلافه كان ليكون إنزو فرانشيسكولي. إنه أيقونة عمالقة الأرجنتين ريفر بليت، لقد كان مميزا في بوينس آيرس كما هو في الأوروغواي. كذلك هو سفير اللعبة وسفير للأمم المتحدة، حيث هو ملتزم بمساعدة الأولاد في كل مكان، وذلك بفضل ما أعطاه لكرة القدم كل تلك الأعوام. بالنظر إليه كأفضل لاعب، فإن فرانشيسكولي كان دائما المثل، خاصة عندما كان يرتدي قميص الفريق الوطني. أشاهد الكثير من كرة القدم بسبب فرانشيسكولي، ولأنني أحب كرة القدم ضممت إلى النادي لألعب وأسجل أهدافا. كان عمره 18 عاما عندما أخذته إلى الفريق الوطني. إنزو لاعب عظيم، فنان، يظهر ذلك أينما لعب. إنه أعظم لاعب حظي به الأوروغواي. بالفعل إنه أعظم لاعب حظي به الأوروغواي. كانت له لحظات عظيمة خلال مهنته.